بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله عز وجل أسأل أن يرزقنا حسن النية. نحن وصلنا إلى الحديث 23 من سلسلة أحاديث كتاب 40 النووية، لكن ذكرت نقطة بالأمس أحب أن أتوسع بها قليلا فيما يتعلق بالحديث 22. هذا الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا أحللت الحلال وحرمت الحرام، يعني أنا أتعاطى بالحلال فقط، أنا أتعاطى بالحلال، لا أتخطى الحلال إلى غيره، وأجتنب الحرام، هل أدخل الجنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له: نعم. هذا الشق الأخير من الحديث ظاهره أن الإنسان يدخل الجنة بالعمل، ظاهره هكذا، لكن نحن نقول، نحن يعني أعني أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يقولون: الأعمال الصالحة أسباب توصل إلى الجنة. أسباب، شو يعني الأعمال الصالحة أسباب بتوصلك للجنة؟ يعني إن عملت صالحا لا يكون واجبا على الله أن يدخلك الجنة، عملك الصالح لا يوجب على الله تعالى أن يدخلك الجنة، لأنك إنما تدخل الجنة برحمة الله تعالى. هذا معنى أعمالنا الصالحة، هي أسباب لدخول الجنة، وليس واجبا على الله أن يدخلنا الجنة بعملنا الصالح. لكن الله تبارك وتعالى وعدنا إن نحن أطعناه، إن عملنا بالأسباب الموصلة إلى الجنة يدخلنا الجنة بوعده، لأنه وعد ووعده حق، ولا يخلف الله تعالى وعده. لكن الأعمال الصالحة عينها لا توجب على الله تعالى أن يدخل الطائعين الجنة، لا توجب عليه، لا شيء يجب على الله، كما قال ابن رسلان في زبده: فرض على الناس إمام ينصب، وما على الإله شيء يجب. الله لا يجب عليه شيء، فإن أدخل الله المؤمنين الطائعين الجنة فإنما يدخلهم الجنة بمحض فضله وكرمه، ليست أعمالهم الصالحة هي التي أوجبت على الله إدخالهم الجنة. الله تعالى قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها. انتبهوا لهالكلمة: ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون، نعم، يعني عملكم الصالح كان سببا لدخولكم الجنة.
لكن عملكم الصالح لا يوجب على الله أن يدخلكم الجنة. بعض أهل العلم كابن دقيق العيد يقول الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية الإرث، ذكر الإرث، فقال سبحانه ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها، أورثتموها من الإرث الميراث. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها، بارك الله فيك، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فذكر الله تعالى الإرث في هذه الآية شاهد على أن المؤمنين يدخلون الجنة بمحض كرم الله وفضله لا بمقابل أعمالهم، ليست أعمالهم الصالحة هي التي أوجبت على الله إدخالهم الجنة، أعمالهم لا توجب على الله أن يدخلهم الجنة. ليش؟ قال أورثتموها. الإرث كيف الواحد منا بيحصل عليه؟ كيف يناله؟ كيف تحصل على الورثة؟ من قريبه الذي مات، من قريبه الذي مات. طيب هذا المال الذي يحصله إرثا يحصله بمقابل ولا بدون مقابل؟ تدفع مال مشان تأخذ التركة؟ لا، ترك لك تركة قريبك تأخذها بدون مقابل. شوفوا البلاغة في القرآن، سبحان الله. أما البيع والشراء بيكون بإيش؟ بمقابل، تشتري شيئا مقابل شيء تدفعه. أما الإرث تحوزه، تحصل تركة قريبك الذي مات من دون مقابل. الله تعالى قال ونودوا، يعني أهل الجنة، أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أورثتموها. فقوله تعالى أورثتموها فيه الإشارة إلى أن أعمالهم التي عملوها كانت أسبابا لدخولهم الجنة وليست هي التي أوجبت على الله تعالى أن يدخلهم الجنة، يعني كأنهم أدخلوا الجنة بدون مقابل، يعني بمحض كرم الله تعالى وفضله. ليش ذكر الإرث في الآية ونودوا أن تلكم الجنة التي أورثتموها؟ ذكر الإرث لأنه دخول الجنة لأهل الجنة كأنه بدون مقابل، إنما فضلا من الله تعالى وكرما أدخلنا الجنة، الله يجعلنا من أهلها. وهذا الذي تعطيه أيضا، هذا المعنى الذي تعطيه أيضا آية أخرى، وهي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، يعني من يشاء الله، والله سميع عليم، والله سميع عليم. يعني ما جعل أحدا زاكيا له شأن عند الله تبارك وتعالى، الأنبياء مثلا
ما نالوا هذه الدرجة العالية عند الله إلا بفضل الله عليهم، لولا أن الله تفضل عليهم بهذا ما نالوا تلك الدرجة العالية، لولا أن الله تعالى تفضل عليهم فاصطفاهم أنبياء ورسلا لكانوا كسائر الناس، لكانوا كسائر الناس، لكن بفضل الله تعالى عليهم نالوا ما نالوا من الدرجات العالية عند الله سبحانه. فلا تغتر بصور عمل الأعمال، لا تغتروا بصور الأعمال، بتصلي الصلوات الخمس وسننها رواتبها وبتصوم رمضان وغير رمضان، دائما بدك تبقى تسأل الله أن يتقبل منك، لأنه إن دخل الخلل إلى عملك هذا يذهب كل الثواب، أحيانا يذهب كل الثواب ولا يقبل الله منك هذا العمل. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وفي الحديث الذي ذكرناه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، إنما محض فضل الله تعالى وكرمه. طيب في الآية القرآنية ماذا يوجد؟ بما كنتم تعملون. النبي قال: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وفي القرآن: بما كنتم تعملون. هل هذا تناقض بين الحديث والقرآن؟ حاشا، لا، إنما الحديث له محمل يحمل على أمر، والآية لها محمل آخر. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. يعني نحن ندخل الجنة برحمة الله، أما أعمالنا الصالحة فجعلها الله أسبابا لدخول الجنة. وليست هي التي توجب على الله إدخال المؤمنين الجنة. أنت إذا نظرت في عملك الصالح هذا، في حضورك الآن مجلس علم الدين، من الذي وفقك إلى أن صليت ونصبت ساقيك مستقبلا القبلة في الصلاة؟ من الذي هيأ لك الماء الذي توضأت منه وتطهرت منه؟ من الذي أقدرك فنطقت بالخير من ذكر وتلاوة قرآن أو أمر بمعروف ونهي عن منكر؟ الله تعالى هو الذي أقدرك على فعل الطاعات، فالفضل له في الأولى والآخرة. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. لولا الله لما آمنا، لما كنا على الإيمان. لولا الله لما تصدقنا. لولا الله لما صلينا. لولا الله لما كنا نحضر مجالس علم الدين. لولا الله لما صفت نياتنا. لولا الله لما تلونا كتابه. فالفضل، كل الفضل يرجع إلى الله عز وجل. هذه، ومع ذلك هذه الأعمال الصالحة إذا عملناها، نحن نعملها بتوفيق الله وبفضل الله وبإقدار الله وبتمكين الله، ومع ذلك يدخلنا الجنة. كل ذلك بفضله نعمله ومع ذلك يدخلنا الجنة فضلا منه وكرما. فهذه الأعمال أسباب فقط، والأسباب لا تخلق شيئا، الله تعالى خالق الأسباب ومسبباتها. لو قارنا، لو واحد منا هيك
وهذا التفكر والتدبر مطلوب شرعا وفيه ثواب، وفيه ثواب عظيم. عودك بينك وبين نفسك شي مرة، ترك الدنيا شوي، ما تفكر بمشروع شمت هواء ولا مشروع جلب مال ولا كذا، فكر تدبر. لو قارنت إنعام الله تعالى على المؤمن حيث إنه يدخل الجنة ويبقى فيها إلى ما لا نهاية له، متناعما فيها، لا يمرض ولا يتعب ولا ينزعج ولا تصيبه شيخوخة ولا تصيبه آفة. طيب قارن هذا الإنعام من الله بعمل صالح عملته في هذه الدنيا لسنين عمرك، كم تكون هذه الأعمال وكم تكون هذه السنون قياسا إلى ما لا نهاية له من النعيم. أديش عبدت ربك 50 سنة، 100 سنة، 1000 سنة، كم طاعة فعلت بعمرك؟ هل هذا يقارن بنعيم لا نهاية له؟ كلا شيء، كلا شيء. بهذا نكون أنهينا الكلام على الحديث 22. الله تعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه المعلومات وهذه الفوائد وهذه المواعظ وهذه الحكم ينبغي على الواحد منا أن يجعلها دائما نصب عينيه، يتصرف، يعيش حياته على أساسها، تكون النبراس له، الضوء، الضياء، النور له في حياته، بيرتاح وبيريح. وصلنا إلى الحديث 23، فبالإسناد المتصل إلى الإمام مسلم في صحيحه يقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. بضم الطاء ولا بفتحها؟ بضم. شو أم محمود؟ الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ. الشك من الراوي، الراوي شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم تملأان أو قال تملأ. والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. الله أكبر. أن يكون القرآن حجة لك هذا شرف عظيم، لكن أن يكون حجة عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذا الحديث أيضا حديث جليل الفوائد، عظيم المنافع كثيرها، وهو من رواية سيدنا أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري. هذا الصحابي ليس له ترجمة واسعة في كتب الحديث ولا في كتب التراجم،
يعني ليس مثل أبي هريرة، ليس مثل عبد الله بن مسعود، ليس مثل أبي ذر الغفاري، ترجمتهم واسعة جدا. هو ترجمته في كتب التراجم والحديث قليلة، إلا أن هذه الرواية له، يعني هذا الحديث بروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الحديث الوحيد الذي من روايته في صحيح مسلم، ليس له غير هذه الرواية في صحيح مسلم. ثم هو أشعري، أشعري يعني ليس نسبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري كانتسابنا نحن إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، لا، لكن الإمام أبو الحسن الأشعري أيضا أشعري مثله، لأنهم ينتسبون إلى بني الأشعر قبيلة يمنية، وأبو موسى الأشعري نفس الأمر الصحابي. هو أشعري من أهل اليمن، لأن الأشاعرة بنو الأشعري قدموا في الأصل من اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه مادحا هؤلاء الأشاعرة الذين قدموا إليه من اليمن، فقال عليه الصلاة والسلام: جاءكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا. مبسوط رضوان. جاءكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا مدح للأشاعرة الذين منهم هذا الصحابي الجليل، ومنهم من هو علم في الصحابة في الأشاعرة، سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن قيس. عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري. فقوله صلى الله عليه وسلم: جاءكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، معناه بسرعة تنفذ الموعظة إلى قلوبهم، يتأثرون، تعظهم فورا الموعظة تنفذ إلى قلوبهم، شديد التأثر بالمواعظ، بسرعة تجد الواحد منهم يتعظ. لماذا؟ لأن قلوبهم لينة، هم أرق أفئدة وألين قلوبا. سبحان الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان، معناه هؤلاء متمكنون في الإيمان. يعني أنت أحيانا لما تكون مثلا في صناعة معينة تقول هذه الصناعة مصرية، ولو كانت مصنوعة في بلد آخر، معناه أهل مصر متمكنون في هذه، في صنعتها هذه المادة مثلا أو هذا الشيء. الإيمان يمان لأنهم متمكنون في الإيمان، الإيمان فيهم مكين في قلوبهم. والحكمة يمانية، أيضا هم متمكنون بالحكمة، هم متمكنون بالحكمة. ما المراد بالحكمة؟ في بعض المواطن المراد بالحكمة يكون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون في بعض المواضع المراد بالحكمة كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم من نسل سيدنا أبي موسى الأشعري طلع إمام أهل السنة والجماعة الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه، من نسله من ذريته، يعني هو جد جده. والإمام أبو الحسن الأشعري مع صاحبه أبي منصور الماتريدي
هؤلاء هذان إمامان جليلان عظيمان قررا مذهب أهل السنة والجماعة. ما معنى قررا؟ مش قعدوا اتفقوا مع بعض وأخذوا قرار وصادر عن مجلس قيادة الثورة، لا، قررا يعني أقام الأدلة والبراهين على صحة مذهب ومعتقد أهل السنة والجماعة. هذا معنى التقرير، هذا معنى التقرير. بينا وأظهرا عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام الأدلة على أن ما ذهب إليه هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ما فهمته المعتزلة ولا ما فهمه الخوارج ولا ما فهمه الكرامية ولا ما فهمه الحشوية ولا ما فهمه المشبهة والمجسمة، إنما ما عليه أهل السنة والجماعة الذين يمثلهم هذان الإمامان. الفرق كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني كلها على الزيخ إلا واحدة. قال: هي الجماعة. وفي رواية الحديث الأعظم السواد الأعظم، وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. جاء أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي فأقام الأدلة على أن هذه العقيدة التي ينشرانها هي عقيدة الصحابة، هي ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وما جاء به صلى الله عليه وسلم، لا ما ذهبت إليه القدرية ولا المرجئة ولا الجهمية ولا النجارية ولا المعتزلة ولا المشبهة ولا غير هؤلاء من فرق أهل الضلال التي انتسبت إلى الإسلام زورا وهم في الحقيقة خارجون عن دائرة الإسلام، خارجون عن دائرة الإسلام. هذا الصحابي راوي حديثنا توفي مطعونا. شو يعني مطعونا؟ لا، مطعونا يعني بالطاعون، مطعونا يعني بالطاعون، مطعونا يعني توفي بطاعون عمواس في خلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، توفي مطعونا. سبحان الله العظيم. هذا طاعون عمواس بسببه هلك خلق كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومات معهم أيضا كثير من التابعين ممن أخذوا العلم عن الصحابة. نحو 70,000 مسلم ماتوا بطاعون عمواس، والذي يموت مطعونا شهيد. منهم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، ومنهم سيدنا شرحبيل بن حسنة الصحابي، ومنهم هذا الصحابي الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نعم. فإذا أبو مالك هذا الصحابي الحارث بن عاصم قلنا نسبة إلى قبيلة الأشعريين الذين مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عياض الأشعري أنه قال: لما نزلت هذه الآية: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، سورة المائدة الآية 54، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا، وأشار إلى أبي موسى الأشعري، والحديث رواه الطبراني. وفي المستدرك للحاكم أبي عبد الله الحاكم أيضا عن عياض الأشعري لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال النبي عليه الصلاة والسلام هم قومك يا أبا موسى، هم قومك يا أبا موسى، وأومأ عليه الصلاة والسلام بيده إلى أبي موسى الأشعري. كانوا إذا كانوا في سفر في غزو مثلا أو نحو ذلك فقل معهم الزاد، زوات السفر، كل واحد منهم كان يأتي بما معه، شو باقي معك أنت هون وهون وهون، ثم يتقاسمونه فيما بينهم بالسوية عند الحاجة، بالسوية. ما بقول هذا مرتي طابخت لي اياهم لإلي، كيف بدي طعميه وكيف بدي، بالسوية، لا يتركون واحدا منهم عنده أكثر من البقية. فالنبي هؤلاء الأشاعرة فالنبي عليه الصلاة والسلام مدحهم بهذه الخصلة الجميلة. قلنا والمطعون شهيد، المطعون شهيد. طاعون عمواس هذا كان في خلافة سيدنا عمر سنة 23 للهجرة، مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الشهادة، مين اللي بتعتبروه شهيد، مين اللي بتعتبرونا للشهادة، شو هي الشهادة؟ قالوا القتل في سبيل الله، القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، مرض ذات الجنب، مرض يحصل له ورم كبير في الجنب، والمبطون شهيد، الذي يموت مبطونا أصيب بمرض تحت الحجاب الحاجز، البطن في البطن تحت الحجاب الحاجز. أما الأزمة القلبية مات منها لا، المبطون تحت الحجاب الحاجز هذا ورد أنه شهيد. والمبطون شهيد، والحرق شهيد، الذي يموت محترقا، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد، بجمع بالولادة يعني بالولادة. هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ. ما ذكره قريب لا مش معناه هول السبعة ذكروا في هذه الرواية، مثل حديث العشرة المبشرين بالجنة، يوجد غير هؤلاء العشرة في أحاديث أخرى وردوا. فالذي يموت بنوع من أنواع الشهادة يغفر الله تعالى له ذنوبه، يخرج من الدنيا كيوم ولدته أمه، يعني من غير ذنوب. واحد أول ما تلده أمه يولد وقد كتب عليه الذنوب، لا، يخرج من الدنيا كيوم ولدته أمه من غير ذنوب. أعلى هؤلاء منزلة الشهيد في سبيل الله، الذي يقاتل في سبيل الله فيقتل مقبلا غير مدبر، مقبلا غير مش هربان من المعركة، خرج إلى المعركة وقتل فيها، مش هو هربان، إن كان هذا من تكتيكات الحرب شيء، وإن كان هربا شيء آخر.
الفرار من الزحف من الكبائر، الفرار من الزحف من الكبائر. وهناك أنواع أخرى من الشهادة. فعن سعيد بن زيد، سعيد بن زيد مين؟ صحابي، بس مين؟ سعيد بن زيد بن من؟ بن عمرو بن نفيل. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل آخر من توفي على التوحيد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. ابنه سعيد من العشرة المبشرين بالجنة، وهو راوي حديث العشرة المبشرين بالجنة. عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه الترمذي. الآن نشرع في بيان ما يحويه هذا الحديث من المعاني. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان. الطهور بضم الطاء، وهي مصدر طهر يطهر طهورا، طهر يطهر طهورا، طهر في الماضي، في الماضي، يطهر في المضارع، طهورا هو المصدر. كيف نعرف المصدر؟ المصدر هو الذي يقع ثالثا في التصريف. بالتصريف شو بتقول؟ أكل يأكل أكلا، شرب يشرب شربا، نام ينام نوما. نام فعل ماضي، ينام فعل مضارع، نوما مصدر. بالتصريف يأتي الثالث. فكلمة الطهور اسم للفعل، هي اسم للفعل، الفعل طهر، اسم الفعل الطهور. أي فعل؟ فعل الطهارة، فعل الطهارة. الطهور طهر، هذا من الطهارة، اسم هذا الفعل الطهارة، أي يقال الطهور، يقال له طهور. أما الطهور بفتح الطاء فهو الماء الذي يتطهر به، هو الماء الذي يتطهر به. إذا جمعت ماء في إناء تريد أن تستعمله في الطهارة، هذا الماء الذي جمعته في الإناء بغرض الطهارة يسمى الطهور. يعني إذا قلت لأهل بيتك: أحضروا لي طهوري، يعني الماء الذي أريد أن أتوضأ منه، بفتح الطاء. أما إذا أخذت الماء من الإناء لتغسل وجهك بنية الوضوء مثلا، أو لتغسل يديك، هذا الفعل، هذا الفعل بهذا التطهر يقال فيه طهور بضم الطاء. الماء الذي استعملته لهذا الفعل طهور، الفعل طهور. فالطهور اسم للفعل، لفعل التطهر، والطهور بفتح الطاء اسم للماء الذي يتطهر به. ولهذا أمثلة كثيرة نستعملها، يعني مثلا بتقول وضوء وبتقول وضوء، وضوء بضم الواو، الوضوء بضم الواو هو فعل التطهر. أما الماء الذي تستعمله في الوضوء يقال له وضوء بفتح الواو، يقال له وضوء.
كذلك تقول وقود ووقود، وقود ووقود. وقود هو الاشتعال للنار، لما تشتعل النار. أما إذا ألقيت الحطب في النار فالحطب بما أنه يزيد النار اشتعالا يقال له وقود بفتح الواو. ومثله أيضا سحور وسحور، سحور وسحور. السحور الفعل، عم تأكل، أن تأكل الطعام بعد منتصف الليل في رمضان مثلا، هذا الفعل اسمه سحور بضم السين. الطعام الذي تتناوله في ذلك الوقت اسمه سحور بفتح السين. وعلى هذا فقس في نحو هذه العبارات. وقودها بفتح الواو، وقودها الناس والحجارة، يلقون فيها فتزداد وقودا. هم وقود، لا وقود، وقودها بإيش تزداد اشتعالا؟ هي تزداد اشتعالا النار، إذا أشعلت نارا بإيش تزداد اشتعالا؟ لما تلقي فيها حطبا، ما هيك؟ فتقول هذا الحطب وقود، وقود لهذه النار. لما يلقى الكفار في النار والحجارة تزداد النار، هي مشتعلة، النار مشتعلة، فتزداد اشتعالا انتقادا، فهم وقودها. الحجارة شو معناها؟ شو؟ الحجارة شو معناها؟ الناس والحجارة، الحجارة هي حجارة، هي حجارة. هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها ينحتونها من الحجارة تكون معهم في نار جهنم. الله تعالى قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. إذن الطهور هو فعل الطهارة من نحو الوضوء أو الغسل. والطهارة في اللغة لها معنى وفي الشرع لها معنى. يعني إذا امرأ القيس قال أريد أن أتطهر، هذا شعر جاهلي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بزمن، بيستعمل كلمة طهارة لكن بالمعنى اللغوي مش بالمعنى الشرعي. فالطهارة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي. الطهارة لغة في اللغة معناها النظافة، رفع الأدناس الحسية والمعنوية، رفع الأدناس الحسية والمعنوية، هذا يقال فيه الطهارة ويقال فيه الطهور. إذا غسلت الأرض بالماء تستطيع أن تقول طهرت الأرض، ما شرط تكون عليها نجاسة، يعني نظفتها، لأنه بالأصل الطهارة لغة معناها النظافة. وتستطيع أن تقول مثلا فلان نظيف القلب، طاهر القلب، طاهر القلب يعني من الأدناس المعنوية والحسية. الأدناس المعنوية مثل إيش؟ الحسد، الغيبة، الكبر، سوء الظن بالمسلم، الحقد ونحو ذلك. هذه الأمراض التي تصيب قلوب بعض الناس، الله يعافينا منها. فإذا كان الإنسان نظيفا من هذه الأمراض، ليس في قلبه حقد على المسلمين، ليس فيه ترفع وتكبر عليهم ولا عجب ولا نحو ذلك من الأمراض والمعاصي، يقال فلان نظيف القلب، فلان طاهر القلب. أما الأدناس فمعناها الأوساخ التي تصيب الثوب أو تصيب البدن، إذا غسلتها أو غسلتها بالماء يصح أن تقول أنا طهرت ثوبي، ولو لم تكن هذه الأوساخ نجسة، لو لم تكن نجاسة يصح لغة أن تقول طهرت ثوبي، يعني نظفته، نظفته. أما الطهارة في الشرع
حتى نسهل الأمر، هي اسم لأشياء أربعة. الطهارة في الشرع اسم لأشياء أربعة: الأول الوضوء، الثاني الغسل من الجنابة أو غسل المرأة من الحيض إذا انقطع حيضها، فعلها هذا يقال له طهارة. الأمر الثالث التيمم يقال فيه طهارة. والشيء الرابع والأخير إزالة النجاسة. إزالة النجاسة. الطهارة شرعا تعني هذه الأشياء الأربعة: الوضوء بالأول، الغسل، التيمم، وإزالة النجاسة. نقول رفع حدث، إزالة رفع حدث وإزالة النجاسة. شو هو؟ هو الطهور لغة. الطهارة. الطهارة لغة تضم رفع الحدث وإزالة النجس، لكن دخل معها التيمم. التيمم لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، لكن يباح تستباح به الصلاة. إذن هذه الأمور الأربعة يقال عنها في الشرع طهارة، وهذه الطهارة بهذا المعنى في الشرع لها منزلة عظيمة. أنه أمر هين، نحن الحمد لله لأن الله تعالى تفضل علينا بأن جعلنا مسلمين، صار أمر تطهير المكان المتنجس سهل تلقائي بالنسبة لنا. طبيعي بدك تطهر، لكن لدرجة أن الواحد منا أحيانا ما بيفكر بثواب هذا العمل التطهر شرعا، ما بفكر ثوابه. لما أنت مثلا تقع نجاسة على الأرض تجي أنت تزيل عين النجاسة، ثم لما يجف المكان تصير النجاسة حكمية فتصب عليه الماء، صار الماء المكان طاهرا، صار المكان. هذا العمل فيه ثواب عظيم لمن أخلص نيته لله. لما تستنجي تدخل الخلاء تقضي حاجة ثم تستنجي، أديه ثوابها عظيم إذا استحضرت نية حسنة. نعم نحن اعتدنا على ذلك، بس بدك تنتبه هذه العادة الحسنة ليكون لك فيها ثواب تحتاج إلى نية حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في عدد من أحاديثه شيئا من فوائد وثمرات هذه الطهارة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا غسل أحدكم وجهه، يعني في الوضوء، في الوضوء شرعا، في الوضوء الشرعي، إذا غسل أحدكم وجهه تخرج خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. يعني الذنوب التي يفعلها الإنسان ببعض الأعضاء في وجهه، بسمعه، ببصره، بلسانه، تذهب مع غسل هذا الوجه بالماء، تذهب مع الماء المتساقط، الماء الذي يمس الوجه حالة الوضوء، أو آخر قطر الماء لما يقطر منك الماء، آخر القطر يخرج معه هذه الذنوب التي ترتكب بأحد أعضاء الوجه. وإذا غسل يديه في الوضوء تذهب ذنوب يديه. كل ذنب يعني يده بطشت فعصت الله تعالى، هذه اليد، هذه المعصية تذهب مع هذا الماء أو مع آخر قطره، قطر الماء. فإذا الوضوء له شأن عظيم، أن وهذه الذنوب التي تخرج هي الذنوب الصغائر، هي الذنوب الصغائر. هذا الوضوء يكفر الذنوب الصغيرة التي يرتكبها الشخص بعينه أو بلسانه أو برجله إلى غير ذلك. الوضوء الصحيح الموافق لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر هذه الذنوب. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. هللوا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بوركتم.